شوف ابو ابراهيم خل بيكم بس حسب علي. شوف ابو ابراهيم انت قلتها تو قلت ان لجنه المسابقات تنظيميه، كلام سليم. لجنه المسابقات تنظيميه، اخوي خالد الفضلي هنا لما كان قاعد انت استشهدت بالفضلي، كلام عدل انا ذكرها من اللائحه. انا اقول لك واللائحه نفسها حلو. تحدد مثل هذا ممتاز. الموضوع لما لجنه الانضباط، انا بس اتمنى شوف ابو ابراهيم اول شيء يعني نقول مبروك للكويت وهارد لك العربي، هذا ما يقلل من العربي، انا احترم العربي وان العربي يحتاج، هذا حق مشروع كل نادي انه يشوف نفسه انه متظلم بالنهايه، يعني الحق ان شاء الله رب العالمين يظهره. الان لجنه الانضباط لما توقف لاعب مباراه مباراتين، لجنه المسابقات هني تنظيميا تقول لك باللائحه نعم وقفوه مباراه مباراتين فتكون اقرب مباراه، لكن لما لجنه الانضباط تحدد تقول في كاس ولي العهد، في الدوري، في كاس الامير، الان مسابقات يؤخر. لجنه الانضباط لجنه مستقله، لجنه قضائيه، لجنه المسابقات لجنه تنظيميه. لما يكون منو يحكم لجنه الانضباط؟ لا ما حد يحكمها، تمشي على اللائحه. اي الانضباط عنده لائحه موجوده باللائحه ان لجنه الانضباط لها الحق بفعل ما تراه مناسبا. هذا الكتاب الحين قاعد نشوفه. نعم. ميخال ابو خالد عشان بس نوضح. هذا الكتاب الموجه او العقوبه هذه. نعم. العقوبه لفهد الهاجري، ايقاف لاعب نادي الكويت فهد الهاجري مباراه واحده، وبالاضافه الى عقوبه الطرد، وذلك من ضمن نفس المسابقة لتهجم على الحكم بعد طرده. نفس المسابقة كان المقصود أنه كأس ولي العهد. إيه شوف ببراهيم أنا شو أقول لك، أنت الحين لجنة مسابقات لجنة تنظيمية، لما لجنة الانضباط تقول مباراة أو مباراتين ما وضحت علي مثلا بدوري فيفا ولي العهد الأمير، الآن يبدأ تنظيميا لجنة المسابقات تنظم تقول لا مدام ما وضح تكون في أول مباراتين، لكن لما لجنة الانضباط تقول مباراة أو مباراتين في كأس ولي العهد خلاص لجنة المسابقات تؤخر الآن. يمتلكون الصلاحية أن يحددون بأي. نعم شوف ببراهيم بس عشان أوضح. إيه؟ لجنة الانضباط يوم من الأيام نزلت شط ونزلت سنة وسنتين، لجنة المسابقات ما لها شغل، مو بس لجنة المسابقات عشان أوضحها زيادة. أنت أدخل ليش قاعد أدخل لجنة المسابقات عادل؟ لأن أنت استشهدت فيها. استشهدت بكلام خالد الفضلي. خالد الفضلي من يمثل مثل المسابقات. انا بس كان يتكلم ما يخالف فضل. بس خالد الفضلي بوقتها بالبرنامج كان يتكلم عن لجنه الانضباط وقراراتها. لا انا اقول لك ليش. لان لجنه الانضباط انا ما ودي صراحه كنت اتدخل موضوع بندر، لكن الان تجبرني بالدخول. كان سامر عناد يتكلم مع خالد الفضلي على الجولش الجهره، قال له انا وقفوه لجنه الانضباط مباراه، فقال له اقرب مباراه. ليش؟ لان لجنه الانضباط قالت مباراه، ما حددوا بأي مكان. هني يبدي لجنة المسابقات ما دام ما صار تحديد بالانضباط تبدي دور لجنة المسابقات، لكن إذا لجنة الانضباط على موضوع فهد الهاجري وفيصل زايد قالوا، خلينا نقول أخر فيصل زايد أمر يعني الجهرة على موضوع فهد الهاجري مباراة في نفس المسابقة كأس ولي العهد، خلاص المسابقات توخر، مو بس المسابقات حتى اللجنة المؤقتة. طيب. لأن لجنة الانضباط ما في أعلى سلطة منها، خاصة بإبراهيم في باللائحة مالت لجنة الانضباط أعتقد موجودة عندكم توضح لجنة الانضباط لها الحق تعمل ما تراه مناسبا. وهذه المادة اللي وأنا خاصة عندي كتاب إبراهيم، لما لجنة الانضباط تعطيني كتاب موقع بسكرتير العام الاتحاد يقول لي اللاعب طيب موقوف. لا بس إبراهيم خلينا نقول ما لعبته مع العربي مثلا، واحد يتكلم رحت لعبته مع برقان بيقول لي باشي 3-0 عليك، أنا كلجنة الانضباط أعلى سلطة من المسابقات أقول لك اللاعب هذا يلعب موقوف في كاس ولي العهد، شو تلعبه في كاس ولي العهد؟ ماشي ابو خالد بس